بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. مرحبا يا نور عيون عيوني مرحبا. مرحبا جد الحسين مرحبا. مرحبا يا نور عيون عيوني مرحبا. مرحبا جد الحسين مرحبا. النبي يا من حضر يا من حضر. النبي خير البشر خير البشر. من دنا له الشجر له الشجر. والغزال سلم عليه صلى الله عليه. مرحبا يا نور عيون عيوني مرحبا. مرحبا جد الحسين مرحبا. النبي يا مؤمنين يا مؤمنين اعلموا علم اليقين علم اليقين. أن رب العالمين العالمين فرض الصلاة عليه صلى الله عليه. مرحبا يا نور عيوني عيوني مرحبا.
مرحبا جد الحسين مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس أسلم وعلى يدي صلى الله عليه مرحبا يا نور عيون عيوني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيون عيوني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا. هلالك كم تحن له القلوب وذكرك كم يردد يا حبيب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا ما الجذع حن إليك يوما وكاد لفرط حرقته يذوب فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا اللهيب فهلا كنت ذاك الجذع يوما وأنت لي المداوي والطبيب وكفك تمسح العبرات مني ووجهك سيدي مني قريب رسول الله لي أمل وإني لأعلم كم زللت وما أصيب وأعلم أن زلاتي كبار وأن الجذع ليس له ذنوب ستجمعنا بكم رحمات ربي وأن الحوض موعدنا القريب ما يبدلنا عسرا يسرا إلا كيا حق الآل والعشرة يسر سهيل حل العقد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي فبدنياي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوحيد
الوجه لي نظرة يا أشرف الرسل وبغوث حل لي حل لي عقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي أنت سر الكون سيده مولاه أوحده عبدكم مدت لكم يده يده مددا يا صاحب المدد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. أيا قمرا في مطلع الحسن دائب ويا شمس حسن ما لها قط حاجب ويا سيدا منه العلا والمواهب إليك وإلا لا تشد الركائب وعنك وإلا وعنك وإلا فالمحدث كاذب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا شرب العشاق من كل مشرب وهاموا غراما في سليما وزينب فإن غرامي فيك يا أيها النبي فإن غرامي فيك يا أيها النبي وحبك يا خير النبيين مذهبي وللناس فيما يعشقون مذاهب. عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله أنت في المحشر مؤيد المظهر ها أنت في المحشر مؤيد المظهر وكلما تذكر عليك صلى الله يا من له البرهان وخلقه القرآن
أكوان وحقه لولا عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله ندعوك بالسبطين لكشف هذا الغيم ندعوك بالسبطين لكشف هذا الغيم يا ملجأ الكونين في الخطب بعد الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. سمعنا من سيدنا الشيخ حفظه الله مرارا عن الإمام الغزالي رضي الله عنه أن المدائح والإنشاد لا توجد في القلب مفقودا ولكنها تحرك فيه موجودا. المدائح والأناشيد لا سيما المدائح المحمدية التي تمدح الحبيب المصطفى عليه السلام لا توجد في القلب مفقودا، يعني إذا كان القلب خالي بالكلية من محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فهن هذه الأناشيد والمدائح لا توجد مفقودا في هذا القلب. قال ولكنها تحرك في القلب موجودا، والحال أن قلب أي مؤمن لا يخلو من حبة من المحبة. لذلك هذه اللقاءات والمدائح النبوية وذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام، سئل بعض أكابر علماء الحديث قيل له بماذا تنوون وأنتم تذكرون اسم النبي صلى الله عليه وسلم وتكتبونه، فقال ذلك المحدث الكبير، قال ألستم، يعني يخاطب طلاب العلم وتلاميذه، ألستم تقولون عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قالوا بلى. قال فكيف إذا ذكر رأس الصالحين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك هذه المدائح هذه الأناشيد التي تمدح الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام دائما كنا نسمع من شيخنا حفظه الله أنها تحرك المحبة الموجودة في القلب. إذا كانت هذه المحبة ساكنة بسبب انشغال الناس وبسبب غفلة الناس فإن هذه المدائح تحرك هذه المحبة، وإذا تحركت نمت، وإذا تحركت نمت. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن ينمي فيها هذا الحب لله، هذا الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قيل له كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان والله أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأموالنا وأولادنا وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. وهذا الحب الذي كان عند الصحابة موجود في أفراد إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يلحقنا بهم. والله سمعت مرة من سيدنا الشيخ أحمد في سفر وكان في وقت الصيف والسيارة فيها تكييف، قال والله، يقول حفظه الله، والله عندما أشرب الماء البارد أقول هل كان هذا موفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما أركب هذه السيارة التي مكيف أتحزن وأقول كيف كان يسافر من مكة إلى المدينة هكذا على الدابة تحت الحر، والله أتحزن وأستحيي. وهذا بسبب ذاك الحب العجيب في قلوبهم رضي الله عنهم لحضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وبسبب أنهم كانوا لا يغيب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا شرب الماء وطلع السيارة ونزل وكذا دائما يتذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى مرة من المرات
حفظه الله تعالى نادى واحد من أحبابنا الموجودين، وكان ينظر حفظه الله من الشباك إلى الأعلى، قال: فلان، الآن إني أنظر إلى شيء رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو؟ فسكت المسؤول والحاضرون كلهم سكتوا، لأنه ربما تبادر إلى بعض الأذهان أنه يرى شيء معنوي رآه النبي عليه الصلاة والسلام. أمور العارفين، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، ربما انصرفت الأفكار إلى هذه المعاني. فتبسم حفظه الله وكرر، قال: يا أخي، الآن أنظر إلى شيء رآه رسول الله، ما هو؟ ما تكلم حتى، قال: الشمس. ويعني كانت أشبه بالدعابة، وتبسم حفظه الله، قال: الشمس. ولكن عندما نقلت هذه القصة لواحد من العلماء الفقهاء، توفي رحمه الله، عندما نقلت إليه بكى، تبسم أولا مع الجماعة ثم بكى، ثم قال: هذا دليل على أن شيخنا حفظه الله تعالى إذا نظر إلى أي شيء لا ينشغل به حاشاه عن موجده وعن ربطه بالمصدر وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا نظر إلى الشمس، إلى القمر، إلى الأرض، إلى السماء، إلى كذا، فورا يتفكر كيف كان حال رسول الله إذا نظر إلى الشمس، كيف حال رسول الله إذا نظر إلى القمر، إلى السماء، إلى الأرض، كيف حاله إذا شرب، كيف حاله إذا نام، كيف حاله إلى آخره. فلذلك ما الذي كان، ما هو السبب في أن يعني جاء على فكره أنظر الآن إلى شيء رآه رسول الله؟ ما سبب ذلك؟ ذلك لأنه عندما ينظر يتفكر كيف كان حال رسول الله إذا نظر إلى الشمس، إذا نظر إلى القمر. معناته رسول الله رأى الشمس، رأى القمر، إلى رأى، وهكذا. المسألة صحيح هي لطيفة، ولكن مضمنة تنبيه للنبيه كما يقول عارفون، بأنه دائما أي فعل، أي قول، أي نظر يربطه بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أراد أن يفعل شيئا، هل فعله رسول الله أم لا؟ إذا فعله، كيف فعله؟ ولماذا فعله؟ وهكذا. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا حبا لله، حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا لأولياء الله، فمحبتهم توجه إلى محبة الرسول وإلى محبة الله جل وعلا. سمعت سويجع الأثلات غنى على مطلولة العذبات رنى، أجابته مغردة بسلع وثنت بالإجابة حين ثنى. ترفق بي فديتك يا رفيقي، فما عين سويهرة كوسنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقف بي في الطلول وفي المغاني لأندب يا فتى طللا ومغنى. رعى الله الحجاز وساكنيه وأمطره العريض المرجى حنا، وروضا فيه من ملأ البرايا هدى وندى وإيمانا ويمنى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن ذكروا نجي العرش فاذكر، فإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى. فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافهة وأدنى، ولو قابلت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنا.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن يك خاطب الأموات عيسى فإن الجذع حن لذا وأنا. وإن وصفوا سليمانا بملك فذاك لي الكنوز وقد عرضنا. وكان دروع داود لبوسا تكون من التباس البأس حصنا. ودرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأنا. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى. ودعوة أحمد رب اهد قومي. ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. فهم شخص الكمال وأنت روح وهم يسرى يديك وأنت يمنى. ما للنياق إذا حدا جمالها. يا عيني ما للنياق إذا حدا جمالها. ما للنياق إذا حدا جمالها. يا عيني تدعو العناء ولا تمل ملالها. وتمالها في السير جندا وضحال. يا عيني شوقا تمد يمينها وشمالها. وتبادرت لما أتت طيبة رأت. يا عيني نور النبي الهاشمي بدا لها. غني لها يا سعد باسم محمد. يا عيني غني لها يا سعد باسم محمد. غني لها يا سعد باسم محمد. يا عيني فلعلها تصغى لمن غنى. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا رسول الله إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى. اللهم فشفعه فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة جنة الخلد يا رب العالمين.
اللهم اجز عنا نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء وأتمه يا رب العالمين. اغفر اللهم بكرمك لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولكافة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربك 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 ربك